عبر تنمية وتراث نظمت بلدية تمارة مهرجانها في الفروسية التقليدية. معنا الأستاذ الحسن الصافي نائب رئيس بلدية تمارة الذي أشرف بمعية لجنة تنظيمية عن تنظيم هذا المهرجان، يقول عن ارتسامته عن الأجواء التي مر فيها طيب هذا المهرجان. بسم الله الرحمن الرحيم، كنشكروا الجريده اللي دائما تزورنا وكتتبع معنا الاحداث ديال تمارة بالضبط ما يروج وما يجري في بلديه تمارة. فمهرجان الفروسيه التقليديه تحت شعار تنميه وتراث نظمته بلديه تمارة بمشاركه مع عماله صخيره تمارة. فاعتقد ان المهرجان التنظيمات ديالو في البدايه كنشكر جميع من ساهم في نجاح المهرجان الفروسية لتمارة، وبالاخص كنشكر السيد عامر عمل التسخير لتمارة اللي في الحقيقه شرفنا وزار المهرجان، هو السيد الكاتب العام والاطر التابعه له. فالمهرجان الحمد لله ناجح بجميع المقاييس، ناجح 100% الحمد لله، وذلك نظرا لان البلديه في التنظيمات ديال هذا المهرجان لاول مره. فارتأت البلديه باش تكون لجنه من طرف الموظفين ديال البلديه والاطر ديالها اللي في الحقيقه كان لهم الفضل الكثير في التنظيم. كذلك كنشكر السيد القائد ديال المقاطعه السابعه والناس ديال الامن والوقايه المدنيه القوات المساعده والطاقم الطبي. فالتنظيم كان تنظيم محكم. فلا ننسى كذلك المساعدات اللي لقيناها من طرف المقدمين ديال 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 الخياله، وكذلك حتى الفرسان اللي كانوا واقفين على اللي كيركبوا على 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 الوراث. فهذه اول مره تنظيمات كانت محكمه لم نحيد خصوص اللوجيستيك اللي كان مهم بزاف. فالجميع بشهاده الجميع المهرجان ناجح، ونتمنى يزيد ينجح اكثر في السنوات المقبله ان شاء الله. فلهذا كنزيد نعاود نذكر بان السيد الرئيس المجلس البلدي كنشكرو لانه في الحقيقه وقت ما كنا ننادي عليه الا وكيلبي الطلبات ديالنا وديال الناس. ف الملعب او المحرك اللي كان ديال الخيل فالحقيقه كان في المستوى، عدد السرب اللي كانوا كتوصل 27 سربه، فيها سربه ديال الفتيات ديال البنات اللي بحق تما شاركونا، وعطاو واحد الحله بالنسبه لهذا المهرجان اللي في الحقيقه كانت واحد اللوحه رائعه، والصور كيبينوا على ان هذه المسائل هذه كانت من مستوى حتى البنايات او الخزاين كما كنقولوا بالدارجه، اللي كان الخيام اللي كانوا منصبين على واحد الطريقه يعني محكمه. الامن الحمد لله ما خطاش ليل نهار جميع النواحي. فالمهرجان كما كنقولوا كان ناجح 100%، حتى على المتجولين اللي حضروا اللي جاوا لهذا المهرجان ما كناش كنتصوروا ذاك العذاب اللي غادي يحضر، بحيث كان مهرجان ناجح بجميع المقاييس، والجميع مشى ناشط بدون مشاكل. الحمد لله المهرجان كان ناجح، ولهذا كنشكروا جميع من ساهم في هذا المهرجان، وكنشكروا الجريده اللي فعلا زارتنا. شكرا وشكرا.